خلينا عشان بس وقتنا خلاص تقريبا خلص، نختار من الأخبار اللي جاية ايه نتكلم عنه، تشوف ايه عشان فاضل لنا حوالي دقيقة تقريبا. إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ده شيء مهم جدا، اللي هو آخر خبر ده. يعني عليك أن تعرف أن في مليون مخالفة تكلفتهم 6 مليار جنيه، 6.3 مليار جنيه، منهم بس 700 مخالفة بناء على مخالفة بناء، و240 ألف مخالفة بناء على أرض زراعية. هذه كارثة كبرى نحن لا نشعر بها. ويحسن الدكتور الجنزوري صنعا، لأنه كان ليه موقف محترم زمان لما كان رئيس وزراء في فكرة وقف البناء على الأرض الزراعية وتحويلها إلى محاكم عسكرية. يا ريت إن ده يكون موضوع شغلنا الشاغل، فكرة إزالة هذه المخالفات خصوصا الموجودة على الأراضي الزراعية. أستاذ عماد، آخر سؤال في كلمة، حضرتك شايف الدنيا كويسة جاية علينا، متفائل يعني؟ طبعا الدنيا طالما في ناس نزلت هذا الشارع، وناس يعني الناس نزلت الشارع أزالت حسني مبارك وسجنته، ها؟ وناس نزلت الشارع انتخبت. انت عندك شعب عظيم جدا، يعني بس احنا معانا حقنا خلاص، وقت طبعا يعني احنا شلنا حسني مبارك، فالميدان موجود والله، بالظبط لو اللي جايين ما عرفوش يصلحوا البلد هنسقطهم بص، ونجيب ناس تانية انت عندك لغاية شعب، البلد تنتخب. اكتشفنا ان احنا عندنا شعب عظيم محتاجين قيادة عظيمة. وده مسك الختام. استاذ عماد الدين حسين، مدير تحرير جريده الشروق، نورتنا يا فندم. صباح الفل. صباح النور مشاهدينا، دي كانت نهايه فقرتنا، انتظرونا مع فقره مهمه جدا بعد الفصل، هتكون عن المراه في تونس بعد الفصل، تابعونا.